السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي في الله، عدنا إليكم من جديد وعدنا بوصفة جديدة إن شاء الله. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. معنا اليوم الشاف ابتسام، غادي تقدم لكم شهوة الطبق ديال اليوم إن شاء الله. الشاف ابتسام، مرحبا بك معنا في القناة ديالنا. شكرا شيف عصام، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دوزتو عيدكم؟ نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نقدموا معكم وصفة كيش بليزيبيناغ أو السومو فيمي. يا سلام، إن شاء الله. نتمنى الأكلة تاعت اليوم تنال الإعجاب ديالكم. آخر مرة درنا اليوم بليزيبيناغ أو كنا درنا الدجاج، نو؟ درنا اليوم بالدجاج. الدجاج و الشامبينيون. لي شامبينيون اليوم غادي نبدلو، ثاني نبدلو طريقة كاملة. اوكي، كنظن بأن غادي ندوزو معاهم طريقة المقادير إن شاء الله. بالنسبة لتقدير مقادير الشاب ابتسام، أش كنحتاجو؟ بلا هاد الوصفة تاعت اليوم كنحتاجو إن شاء الله ليزيبينار. أنا درت تقريبا 250 غرام. داكوغ. عندنا أنا البصل قطعتو ترونش، شرائح طوال هادوك، شرائح ممكن نشوفو الشاب ابتسام، درتو دواور و داكوغ، درتو دواور. و تنحتاجو البيض، ثلاثة البيضات، الفرماج، السومو فيمي، كات ترونش، عندنا التومة. و بالنسبة لاباري ديالنا كنحتاجو، بالنسبة لاباري ديالنا ديال الكيش، تنحتاجو ثلاثة البيضات، فرماج غابي، الكريم ليكيد 200 غرام، كاس ديال الحليب، معلقة د مايزينا، معلقة كبيرة د مايزينا، ومعلقة صغيرة مايزينا اللي هي النشا، دقيق النشا، ومعنا معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات، الخميرة الكيماوية. الزبدة، الزبدة تنديروها تنخلطوها مع الزيت باش بنا نقليو ليزيبيناغ ديالنا مع البصل، وتنديروا معاهم الملحه وشويه ديال الحار السودانيه، شويه ليزارب دو بروفانس، اعشاب منسمه، اعشاب منسمه، ومعايا شويه البزار، الفلفل الاسود، الفلفل الاسود. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو في الوصفه ديالنا كامله. نعم، ديال يعني ما كاينش بزاف هاد الحوايج. دابا اش غنديروا؟ اول حاجه غنديروا لها الابتسام. اول حاجه طريقه التحضير، ناخذوا مقلاه على هاد الشكل، نضعوا فيها شويه ديال معلقه كبيره تقريبا تاع الزبده، وي، والزيت مخلطه شويه. غادي او ميم طون غادي نديروا باش نشوفوا طريقه التحضير وتورينا المقادير اللي غديروا. اوكي، أيه. على بركه الله ان شاء الله. ناخذوا المقلاه ديالنا، نشعلوا عليها النار ديالنا، ونضعوا الزيت تقريبا ملعقه كبيره. لا، عندنا الزيت مخلطه بين زيت المائده وزيت زيت نعم الزيتون، زيت الزيتون وزيت المائده، ونضيفوا عليها الزبده. الزبده تقريبا شي ملعقه كبيره، تقريبا ملعقه كبيره ديال الزبده على الشكل هذا، نحركوها مزيان المقلاه ديالنا، الزبده ديالنا مع الزيت على هذا الشكل، سخن شويه الزيت ديالنا مع الزبده، ونضيف البصل، نقلبوا البصل مزيان مع الزبده والزيت ديالنا. الزبده الدور ديالها هي ما كتحرق، ما كتخليش الزيت تحرق لينا، اييه، وكتعطي واحد البنه زوينه، كتعطي البنه زوينه. اه، وهي اون ميم طون الزيت، بالنسبه للزبده اللي درناها مع الزيت ما كتخليش الزيت تحرق، اييه، وتدخلي واحد البنه زوينه، تعطي واحد الكو، يا سلام زوين. بعد ما تقللنا شويه البصل، غنضيفوا ليه الثوم تقريبا معلقه صغيره ديال الثوم، حركوها مزيان مع البصل، قلنا مزيان معاه، ويتقلات لينا البصل والثوم على هاد الشكل هذا، تحمرات شوية، غنضيفو بشوي بشوي لي زيبيناغ ديالنا، هاكا
كنديرو فيهم هكا باش يمتزمو ويهبطو شوية. من بعد نضيفو لهم الاخرين حيت هما كيكونو حلوة قبل ما يطيبو، كيكونو كتار ملي يدخلو الفوق لما يهبطو. غنبقاو نحركو فيهم هكا لما يهبطو ونضيفو الاخرين. نضيف ما تبقى لنا من السبانخ دفعة واحدة. دفعة واحدة في الأول كدير الموتي شوية ومن بعد كدير ندير كل شيء باش من ما تهبط ليا الأولى. بعد ما تهبط على حسب البلاص، على حسب البلاص ديال القلا ديالنا. حتى نبقاو نحركو بها بهاد الشكل من ما تهبط حتى هي كاملة. كنسيزو معاها الثوم والبصل ديالنا. هاد الشكل هذا مزيان. دابا من بعد ما نسجمو لينا لي زيبيناغو مزيان مع البصل، غنضيفو لي زيتوس. غنضيفو الملحة حسب الذوق، تقريبا معلقة صغيرة مع مغرش. نديرو الإبزار، تا هو الإبزار حسب الذوق. نديرو أعشاب مناسبة. نجيبو شويه ديال الفلفله السودانيه اللي كيبغيها، اللي كيبغي الحار. ودابا غادي نقلبو كلهم لي زيتيس ديالنا مع العناصر كاملين. تبارك الله الشيف. ونخليوها طيب على الفوا على جنب، كيتحمرو مزيان، نطيبو مزيان لي زيتيناغ مع البصل. ونمشيو باش نوجدو لاباري ديالنا ولاباط ديالنا. دابا غادي ندوزو للمرحلة الثانية، هو نوجدو لاباري ولا لاباط. دابا غادي نوجدو المرحلة، بالنسبة للمرحلة الثانية لاباري. لاباري ما حد حنا لاباط عندنا موجودة. لاباري ديجا شارينا. وي داكوغ. دابا ندوزو لاباري. أييه يلاه على بركة الله. على بركة الله. خليو هاد العمارة ديالنا على جنب طيب، نقصو عليها شوية باش ما تحرقش لينا. على نار هايله هايله. وي ونخليوها تطيب على راحتها حتى على الوقت تاخذ تقريبا عند شي ربع ساعه تقريبا. واش كنعرفوها طابت كندوقوها ولا نسوها هكا ولا ندوقوها؟ داكو. على البصل باش ما تبقاش كنزه. داكو هكا كاين ما تيبغيش يغزه هكاك البصل. يلا ندوزو لاباري. بالنسبة للاباري ديالنا غنحتاجو ثلاثة البيضات، بسم الله ثلاثة البيضات، كاس ديال الحليب تقريبا كاس العنبه كما كيقولوا، تقريبا كاس تاع العنبه تاع البلاد. ياتين مليلتر ديال الكريم اللي هي 6 سنتيلتر. نضيف شويه ديال الجبن، تقريبا معلقه كبيره تاع الجبن. بالنسبه للجبن الجبن الاحمر هذا الجبن الاحمر. نضيفو شوية الكوزة نحكوها، نضيفو شوية تاع البزار، نضيفو شوية الملح، ملعقة كبيرة تاع المايزينا هي دقيق النشا، ونضيف معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات. نحركو لاباري ديالنا مزيان بالفوي. تندمجو المكونات كاملين مع بعضياتهم. تندمجو لينا المكونات كاملين مع بعضياتهم. ودابا واش دابا هذا هو الشكل النهائي ديال لاباري ديالنا، تجي على هذا الشكل هذا.
من بعد ما حركناه مزيان بالفويل تنسجموا العناصر جميعا. من بعد غادي نخليوها على جنب. انتوكا خلوها غير هنايا في الكوزينه حدانا. هي هنايا حدانا ونوجدوا لاباتي ديالنا نديروها في المول. دابا ندوزو للمرحله ديال العجين. المرحله الثالثه. نعم اوكي شابتيسي. بالنسبه للعجين ديالنا غادي ناخذوا المول ديال الكغاتان وديال الكيش على الشكل هذا ونديروا فيه شويه ديال الزبده وندهنوا القلب كامل الجناب والوسط بهذا الشكل هذا. دهنوها كامله ندهنوها ان شاء الله. ودابا ملي دهنا المول ديالنا غادي نديروا فيه لاباط ديالنا. هذه هي لاباط اللي كنشوفنا شريناها موجوده يعني ممكن تصوبها في الدار. المهم بلا بغا يصوبها في الدار ما غيصوبهاش بات فويتي يعني بات بغيزي. بات بغيزي وي هادي بات فويتي غادي نقبوها كامله مزيان مزيان وغادي تولي بغيزي. داكور هذا هو. ودابا غادي نطلقوا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا في المول نضغطوا مزيان على الجناب. كنحاولوا نهزوا من هنا وندخلوا وي نهزوا ندخلوا بهذا الشكل هذا. تستمروا على الشكل هذا حتى نقادو لاباط ديالنا في المول على هذا الشكل. من بعد كنقدو لها الجوانب ديالها على هذا الشكل هذا الاخوان. نوركو واحد شويه على هذا الشكل هذا حتى نقادو مزيان لاباط مع الجناب وناخذوا فورشيت ونثقبوها كامله. غادي تشدوا الرولو ديالنا باش نحيدو الجوانب الزائده بهذا الشكل هذا بالرولو. بعد كيتحيد بكل سهوله هكا تيجيو ساهلين بهذا الشكل هذا تيجيو ساهلين. من بعد شي ابتسام من بعد ملي درنا حيدنا الجوانب غادي نثقبوها بالفرشيت كامله مزيان بالجوانب وكلها هي لاباط ديالنا على المول كامل بهذا الشكل هذا. يعني كتنصحي المتتبعين ديالنا باش يديروها شي نهار بباط فويتي ابتسام نو؟ اييه ديروها بلا باط فويتي تجي زوينه ياك؟ ممكن يبدلوا يجربوا باط فويتي. غير هي على يثقبوا مزيان لاباط مزيان كلها هي في الجناب وفي الوسط كلها غادي تجي زوينه. نظن بارك على الشابتيسام بارك شويه انا يعافاك سي عصام. صافي لاباط ديالنا هي موجوده دابا هاكي شوف على الشكل هذا صافي تنكونو كملنا لاباط ديالنا كلها هي مثقبه. دابا غندوزو معاهم للمرحله الرابعه. المرحله الرابعه هي نعمرو الكيش ديالنا. داكوغ ودابا غادي ندوزو للتعمير ديال الكيش ديالنا. المرحله الاخيره ناخذ الفرماج نديرو شويه الفرماج هو الاولاني هكا بهذا الشكل هذا. كنسرحو الفرماج هو الاولاني اختياري هذا الفرماج اللي تحت اللي بغا يديرو يديرون ما باش يخليه باش يديرو الفوق صافي بون على حسب المستطاع. حتى هو كي لتحت اصلا كيجي زوين كيجي معلك معلك من التحت يجي يا سلام. ونديرو عليه لي زيبينار ديالنا. لي زيبينار بعد ما خليتيهم يبردو واحد شويه بعد ما طابو بردو غادي ناخذوهم وي ونديروهم على الكيش ديالنا كامل نفرقهم بهذا الشكل على الكيش بيدينا احسن غيجي مزيان هكا. من بعد ما درنا لي زيبينار على كلها على طاحت ديالنا بهذا الشكل غادي نضيفو سومون فيمي. اوكي غادي نحلو ودابا غادي نقوم بوضع لي سومون ديالنا على هذا الشكل. هاد ما قطعتيهم شرائح طوال. هاد ما قطعتهم شرائح طوال غنديرهم على هذا الشكل هذا على المول ديالي كامل. اوكي بعد ما وضعنا احبائي السومو ديالنا على هذا الشكل غادي نضيفو في هذه الجوانب الفارغه شويه ديال الجبن الابيض ونفرقو على هذه الجوانب كلهم الفارغه على هذا الشكل
الجبن الابيض كيبقى اختياري، كيبقى اختياري اللي باغي يديرو يديرو، اللي ما بغاش يكتفي بالباري وشو تاع الجبن المبشور، الجبن الابيض، فروماج، فروماج روج تاع البلاد. اوكي دابا من بعد ما وزعنا الجبن الابيض على جميع الجوانب اللي بقاو لينا، غنضيفو لاباري ديالنا بشوي بشوي على هاد الشكل. هاكا الشيف ابتسام؟ اييه الشيف عصام يعطيك الصحة. مليوك بعد كتشتتي بوحدها. اييه غتمشي كل هاد الجوانب بعد غنفرقوها كلها. كاين الشيف ابتسام؟ شكرا. ديرو ديريكتومون؟ الله يعطيك الصحة الشيف. تبارك الله الشيف ابتسام، جات لاباري هي هاديك. الله يبارك فيك، شكرا بزاف. انا ناخد شوية من هاكا، حاولوا نحركوها غير بحال هكا راه غادي من بعد شوف ابتسام غادي نضيفو الفرماج. الفرماج كيبقاو الاخراني، كيكون هو المرحله الاخيره في الكيش ديالنا. غنحاولوا نوزعوه بهذا الشكل هذا على لاباري كامله. هذا هو الشكل ديال الكيش ديالنا. من بعد غادي نديروها في فور على 160 درجه لمدة 20 دقيقة، ونقبلوها ونبقاو مرة مرة نطلعو عليها واش تحمرات ولا باقي. هذا هو الشكل. دابا ندخلوها الفران ومن بعد نوريكم الطريقة، رجعوا مع الشكل النهائي، الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا. داكو شاب تيسام اخوان اخوات، ما تزابيو خليكم معنا من بهنا لواحد تقريبا ماكسيموم 30 مينيت يعني 30 دقيقة، ورجعوا مع الاحباء ديالنا باش نشوفوا الشكل النهائي. اييه ان شاء الله احبائي اخواتي اخواتي، هذا هو الشكل النهائي ديال الكيش ديالنا ديال السموزي بينار، تيجي على هذا الشكل. تمنينا الاعجاب ديالكم. هذا هو الكيش ديالنا، كيجي هائل. ويا سلام والريحه من عوشكم، الريحه زوينه والمذاق يا سلام. تمنينا الاعجاب ديالكم ونتمنى تجربوه، نتمنى تجربوه، راه كيجي زوين، غيعجبكم بزاف بزاف. هذا هو الشكل ديال الكيش ديالنا من بعد ما قطعناه، يجي على هذا الشكل هذا كتشاهدوا معنا، يجي زوين يا سلام، المذاق يا سلام. علينا شويه السعيسة معاك دكور الشيف. هذا هو الشكل ديال الكيش ديالنا، كيجي على هاد الشكل. المذاق ديالو يا سلام، المذاق ديال السومو، ولاباط كيما كتشاهدو معايا، هاهي لاباط كتجي على هاد الشكل، والسومو ديالنا كيما كتشاهدو غادي نقدمو لكم. وهذا هو الشكل ديال الكيش ديالنا، نتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بجيم وكومونتير ديالكم زوينين، وتبارك الله عليكم. إلى وصفة قادمة إن شاء الله. إن شاء الله إخوة الأخوات، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.